الساعة تشير إلى حدود السابعة مساء. من هنا كانت انطلاقة أفراد جمعية التضامن والإحسان وفعل الخير، حيث كانت الوجهة أحياء وأزقة مدينة صعيدة لتقديم وجبات ساخنة للأشخاص دون مأوى. هذه الأيامات البرد وأنا برا، والحمد لله خوتنا راهم يجيبوا لنا الماكلة، ورانا ورا البرد وراهم جايبين لنا الماكلة. وهذا ما كان عندي ما نحكي لك، راك شفت الوضعية تاعي كي راني عايش 3 سنين كيما هاك. تكثيف نشاطات الجمعية التضامنية للتكفل بهذه الشريحة قصد تمكينهم من قضاء شتاء دافئ. خويا الجزائر جزائر تاع الخير بشعبها كاع الولايات، هذه في وجه الله تعالى ان شاء الله. وهاد الشباب مقامين بالواجب تاعهم، والله يكثر خيرهم وان شاء الله المزيد منهم المزيد. صافي بليزير باش نخرجوا لهادو الاس دي اف ونعطيهم الماكله وكاع، باسكو لا ميتيو ديجا في سعيده راك البرد وكاع، وحنايا دي زالجيري حنا كاع عندنا قلب حار وكاع نخمو في هادو لامي باتوا برا، باسكو واحد يبات برا ماشي كيما واحد راه في دارهم في التفا وكاع. دونك حنا ثاني نحسوا بهادو اللي راهم برا، صافي بليزير نوجدوا لهم ماكله وبالشي اللي كاين والحمد لله. فتح الأبواب أمام هذه الفئة المحرومة لتستعيد أمل الحياة، خاصة وموجة البرد القارس، والهدف في النهاية إضفاء ثقافة التضامن مع هؤلاء والتكفل بهم.